خلينا نتحول للخبر الثاني اللي اليوم تناقله الجميع بعد صدور بيان إعلامي من لجنة الانضباط والاتحاد العربي. الكل تحدث عن هذا القرار، بلا شك أنه سوف نفتح الحديث حير هذا الأمر. البيان اللي جاء فيه: اجتمعت لجنة الانضباط والاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يوم السبت 14 من شهر السادس عام 1433 للنظر في المخالفات المعروضة على اللجنة برئاسة المحامي صالح محمد الخضر، وقررت ما يلي. قرار لجنة الانضباط رقم 99 يعاقب النادي الأهلي بغرامة مالية قدر 50,000 ريال بسبب قيام جمهوره بترديد هتافات بذيئة ونابية ضد حكم المباراة وفقا لتقرير حكم المباراة، وذلك في مباراة مقامة بين النادي الأهلي ونادي الشباب ضمن بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين. القرار الآخر اللي عليه الكلام، واللي مش يعني تقرير في القرار اللي قبل لكنه عليه أخذ ورد في القرار الآخر رقم 100، واللي جاء فيه: بناء على طلب لجنة الحكام الرئيسية وطلب اللجنة القانونية في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حيال التصريحات المنسوبة إلى عضو شرف نادي الوحدة السعودي الرئيس السابق للنادي الأستاذ جمال تونسي، وضرورة اتخاذ لجنة انضباط الإجراءات القانونية والقضائية لتحفظ حقوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والعاملين تحت مظلته. البيان طويل مرة، اللي هو يتطرق لحديث الأستاذ جمال تونسي في لقاء إعلامي تم بثه في قناة لاين سبورت بتاريخ 15/2/1433، وختام البيان جاء في نظر لتعدد المخالفات التي ارتكبها الأستاذ جمال تونسي واستنادا على مبدأ تطبيق العقوبة الأشد في حال تعدد المخالفات. قررت اللجنة ما يلي: تغريم عضو شرف نادي الوحدة السعودي الأستاذ جمال تونسي بغرامة مالية وقدرها 172,500 ريال. ثانيا: حرمان عضو شرف نادي الوحدة السعودي الأستاذ جمال تونسي ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 5 سنوات. طبعا كل قرار فيه بناء على المواد واللائحات العقوبة ونهاية اللوائح اللي تم الاستناد عليها. ثالثا: يلتزم نادي الوحدة بسداد الغرامة الصادرة بموجب هذا القرار، وفي حال تخلف الأستاذ جمال تونسي على السداد خلال 30 يوما من تاريخ هذا القرار يحق للنادي الرجوع الأستاذ جمال تونسي استيفاء وفقا للمادة من لائحة العقوبات المادة 5/12. رابعا: قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وسلطان، خلينا نقول يعني القرار تم بناء على لقاء تلفزيوني بشهر 2، واحنا الان تقريبا اليوم 15/6. نعم. ليش تأخر القرار اذا كانت اللائحة موجودة وقوة القرار موجودة وكل شيء يصب في مصلحة القرار بناء على ما جاء في البيان؟ يبدو أنه كان في تذبذب في التوجه نحو القرار الصحيح لاتخذ وتكييفه بالطريقة اللي ظهرت اليوم. أنت خبير قانوني في الأمور هذه. إيه، فيبدو أنه كانوا مضطربين، مش عارفين كيفية تكييف القرار وكيفية تكييف مواد القرار اللي صدر. تأخذ لهذا الشهور الطويلة؟ لأنه الحقيقة القرار ما هو مستند على قانون نهائيا قطعيا لأسباب، إذا سمحت لي أذكرها الآن. هو اعتمد على 4 مواد: المادة 28.1 عنوانها في لائحة العقوبات، عنوانها الإساءة في وسائل الإعلام، وتتحدث عن كل رئيس أو عضو. صحيح. الأستاذ جمال تونسي ليس رئيس وليس عضو. المادة 29.1 أيضا تتحدث عن تفريق العنصرية، وأيضا تتحدث عن كل رئيس أو عضو في النادي، وسيد جمال تونسي ليس عضو وليس رئيس. المادة 64 تتحدث عن مخالفات ضد الحكام، وهذه أيضا تندرج كسابقتها فيما يتعلق بالأعضاء أو مسؤولي النادي بالتحديد، رئيس محدد مجلس إدارة ورئيس نادي. نعم، أعضاء مجلس إدارة من فيهم الرئيس واللعيبة والإداريين والفنيين أيا كانوا. المادة 2.4 في الباب الثاني من النظام الأساسي، هذه مختلفة تماما، تتحدث عن إبراز الصورة المشرقة للرياضة السعودية، وهذا عنوان فضفاض يسع الكرة الأرضية كلها بأمانة. فمن حيث الشكل هذا القرار باطل تماما. السيد جمال تونسي ليس رئيس حاليا ووقت إدلاءه ذلك الحديث، وليس عضو، وليس له منصب إداري، وليس فني، بل أنه لم يدخل ملعب حتى لو أردنا أن نضيف لها أنه أحد الجمهور، لأنه في إحدى المواد تتعرض إلى جماهير الأندية محيط الملعب. نعم، لا بجمهور أقصد داخل الملعب. نعم. يعني أحسن.
فهو ليس من ذلك كله، لا من قريب ولا من بعيد، بل أني أضيف من عندي أنا هذه حتى لو أحد فكر يمخمخ على القرار شوية ويجد له مخرج قانوني أو يريد أن يقعده، ليس عضو شرف الآن. لماذا؟ لأنه لم يسدد اشتراك، وإحنا نعرف مثلا المشكلة الأخيرة اللي حصلت في القادسية لم يسمح لأحد بالتصويت في الجمعية العمومية نهائيا بسبب عدم تسديد العضوية، بل أنه في نادي الوحدة عندما دخل الأمير أحد الأمراء من أبناء إذا ما كنت مخطئ سعد بن عبد العزيز وأراد أن يترشح وحضر عدة أصوات مئات الأصوات، لم تقبل أصواتهم بسبب تسديدهم متأخرين صحيح لموضوع العضوية عن الوقت المحدد وهو مضي عام كامل. ونعرف نحن بموجب النظام والكل يعرف، الجماهير العامة تعرف هذا الموضوع، أنه موضوع العضوية تتجدد سنويا صحيح، فهو ليس من ذلك كله. الحالة الوحيدة اللي لو أرادوا ولا وفقوا، ولهذا جواب على كلامك ليش تأخروا، تأخروا ما وجدوا لها تكييف، كان أمامهم بما أنه بموجب البيان اللي صدر من لجنة الانضباط أنه لجنة الحكام الرئيسية واللجنة القانونية، وهذا كيف يفوت على اللجنة القانونية أنا ماني عارف، ولا زلت أنا أنتقد اللجنة القانونية طوال السنوات الماضية وإلى اليوم بما في هذا القرار، ما دام هم عارفين هذا الكلام ليه ما كيفوا القرار تكييف صحيح وحولوه عن طريق أمانة الاتحاد أو من خلال الأشخاص اللي تم التعرض لهم إلى لجنة المخالفات وزارة الإعلام؟ صحيح، هذا المخرج الوحيد لهم، ويعني يأذنوا لي نوجههم هذا التوجيه القانوني رغم أنه ما يليق أني أنا أوجههم هذا التوجيه. فالشاهد هذا من حيث الشكل فهو قرار خاطئ غير موفق، لا يعني باختصار نقول النمرة غلط. جميل، برجع لك، خليني أسأل أبو فارس. أبو فارس خليني أخذها كفكرة عامة، يعني كقرار عام جميل أنه يكون عندنا مثل القرارات اللي فيها قوة في الوسط الرياضي، وإن شاء الله أنه ما نصل له القرار أبدا، لكن لماذا الجمال تونسي؟ يعني لماذا يعني من خلال البيان الإعلامي ب 15/2 اللي سألت فيه أبو سطام، ب 15/2 لقاء تلفزيوني وإحنا الآن بشهر 6، ليش ما تم قبل ذلك يعني؟ لا غير جميل، أنا أخالفك، تقول جميل جدا أن نصل عندنا قرارات مثل هذه، غير قوة جميل. قوة قرارات. شوف هنا أنا أعتقد 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 وأظن. أنت مش مع اتخاذ قرارات؟ شوف أنا أظن وليس كل بعض الظن إثم. زين، أنا أظن أن هناك أمور شخصية وراء هذا القرار، وإلا يعني 4 شهور أو 5 شهور تنتظر عشان تصدر قرار، وهناك قرارات صدرت أحداث حدثت وصدرت بعد هذا يعني خلال الفترة هذه. نقطة ثانية، الأستاذ أبو سطام يقول أنا يعني ليس المفروض أني أوجههم، لا نوجههم إذا كانوا ما يعرفون. إحنا عندنا مشكلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشكلة هذه لها الآن تزامنت، يعني هي كان في مشاكل أول بس ما كانت بالطريقة هذه، تزامنت هذه المشاكل مع وجود اللجان القانونية عندنا. اللجان القانونية عندنا هي سبب مشاكلنا، اللجان القانونية هي المخ للاتحاد السعودي، هي اللي تفكر الاتحاد السعودي، هي اللي تسن الأنظمة، هي اللي تطبق العقوبات، هي اللي افترض فيها أنها تكون عادلة مع الجميع، وسواء ويكون يعني افترض انها هي اللي تقود هذا هذا الجسد الاتحاد السعودي. يعني اذا اعتبرناه جسد واعتبرنا الاتحاد الكره السعوديه اعتبرناها جسد والاتحاد السعودي روح، عقل هذا الروح هو هي اللجان القانونيه. اللجان القانونيه حينما تكون مضطربه متناقضه اخطائها كثيره وبالجمله وكوارثيه، ماذا تعتقد ان يحصل لهذا الجسد؟ يجب يعني من المفترض ان ينهار، أن يقع هذا الجسد. مشكلة اللجان القانونية عندنا أن هي تجيب المشاكل لنفسها، يفترض أن هي تحل المشاكل، لكن المشكلة هي اللي تجلب المشاكل للكرة السعودية، للأندية، للأنظمة. يعني شوف كل المشاكل اللي تؤجج في الوسط الرياضي والوسط الإعلامي سببها اللجان القانونية. ويكفي أن أقول لك في تعميم يا محمد، شوف يا أستاذ الكريم، بس في تعميم، في تعميم أقول يعني كل شيء يحدث في الوسط الرياضي مشكلة اللجنة القانونية. نعم صحيح، لأن هي اللي تسن القوانين وهي اللي تطبق القوانين. حتى لو كانت مشكلة إعلامية رياضية مما لها علاقة بالاتحاد السعودي، لا يفترض هذه أنها تحال زي ما تفضل الأستاذ أبو سطام، تحال للجنة، لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الإعلام، موجود لجنة وفيها قاضي وفيها مستشار قانوني وفيها مستشار إعلامي. أنا أعرف هذه اللجنة وأعرف سبق أني يعني بحكم علاقتي الصحفية سبق أني ذهبت لهم وشفت وعرفت إيش القضايا اللي هم ينظروا فيها. هذه المخالفة يعني إذا أنت بتاخذ مخالفة على شخصية رياضية ليست عضو شرف، بس عندهم في اللائحة هم ما هو عضو شرف، ما هو عضو شرف. يعني تخيل الآن، تخيل أنا مثلا إعلامي
الآن من خلال كلامي وجدوا علي مثلا ممسك قانوني، وأنا أعتقد أنهم سيجدون إذا رغبوا، زين، وجدوا ممسك قانوني علي، هل من حق الاتحاد السعودي أن يصدر عليه قرار أم يروح يشتكيني إلى اللجنة، لجنة المخالفات الصحفية بوزارة الإعلام؟ لا يحق لك، هو ليس عضو شرف، ليس رئيس نادي، ليس مسؤول، ليس زي ما تفضل، يعني شخص خرج في الإعلام، صحيح أنه شخصية اعتبارية، ولكن من حيث المبدأ يعني الرجل ما له صفة رسمية في النادي، أنت كيف تتخذ تفسيره؟ طيب سؤال ثاني، أنا بسألك سؤال ثاني، أنا قلت لك أنا أعتقد وأظن وليس كل الظن إثم، بعض الظن إثم، ليس كله إثم، زين، أعتقد أن هناك أمور شخصية، أمور شخصية بين أعتقد بدون محدد عشان ما يعد الحين يمسكون عليه، لأن هي أكثر من لجنة، يعني أمور شخصية بين جبل تونس ومين، لجنة حكام ولجنة أيوة. قانونية طيب أنا أقول لك، بس من مدير اللجان القانونية عندنا؟ انت ماجد قارب، ماجد قارب شخص واحد، هو اللي يسن هذه القوانين ويصادق على هذه العقوبات. نقطة أخرى، الآن لنفترض ان جمال التونسي صك بابه وقال مع السلامة، انا ما عندي استعداد اسدد لكم، ايش بيصير؟ سدد نادي الوحدة؟ هو جاء في البيان، هذا كنت بسأل الدكتور في نادي الوحدة، نادي الوحدة الحين قال انا ما لي علاقة، الرجل هذا ليس مسؤول عندي في النادي، زين، من بيسدد؟ القرار نص على نادي الوحدة، وهذا شر البلية ما يوقع. صحيح، يعني إيش علاقة الوحدة بالقضية هذه؟ هذه عقوبة شخصية على السيد جمال تونسي، ما علاقة نادي الوحدة بهذا المبلغ؟ أم أن الذي صاغ القرار، وطبعا لابد أن يكون خرج من خلال إبط اللجنة القانونية في النهاية بشكل أو بآخر، أو لجنة الانضباط، كلها لجنة قانونية، يريد أن يصنع أزمة مفتعلة أخرى بين السيد جمال تونسي ومجلس إدارة نادي الوحدة الذي الآن صعد ونهنئه إلى الدور الممتاز بعد غياب كامل، وهو يبحث عن بناء الفريق من جديد، يريد أن يصنع أزمة، والفريق ما هو ناقص أزمات، لكن خلينا نتناول هذا القرار من حيث المضمون. شوف، حكينا في السابق من حيث الشكل أنه نمر غلط، هذا رجل ما له علاقة نهائيا بهذا الفريق، لا من قريب ولا من بعيد، بل أنه حسب ما سمعت أنا عدة مرات أنه عزل نفسه عن الرياضة مو 5 سنوات، 50 سنة قدام، يقول ما عاد أبغى أدخل في موضوع يتعلق بالرياضة. الآن المادة 28، يعني خلينا نضحك شوية كذا، ليلة حر، خلينا كذا نفرفش، يقول لك كل رئيس أو عضو، هذا طبعا ما ينطبق على السيد جمال تونسي، يستخدم وسائل الإعلام كالصحافة والتلفزيون إلى آخره في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام الأي المذكور في المادة 4، اللي من ضمنهم الحكام وأمانة الاتحاد، وتعريفات كاملة من هذه اللائحة ومسؤولي كذا، يعاقب بغرامة مالية، شوف هنا قرار نص غير قابل للتأويل، 200,000 ريال من أندية الدرجة الممتازة، طيب، و100,000 ريال لأندية الدرجة الأولى. طيب فهمنا الآن إنه هذه 100,000 ريال لأندية الدرجة الأولى اللي هي إيش؟ نادي الوحدة، ماشي، راح هناك أوجد المادة 64 اللي كان الهدف منها مضاعفة العقوبة 50%. إيش تقول؟ المخالفة التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة في العقوبة 50%، إذا صار المبلغ 150,000. حلو؟ تيجي بعدين للمادة 29.1 اللي هي أي نفسه من يحط من قدر أي شخص كان بسبب اللون أو اللغة أو العقيدة أو الأصل أو كذا، رغم أنه مقابلة جمال تونسي حقيقة ما فيها من هذا الكلام يعني بشكل مباشر، غرامة 30,000 ريال للأندية الممتازة و15,000 لأندية الدرجة الأولى، وأضافوا عليها 7,500 أيضا مكررة عشان إيه؟ موضوع الحكام. يعني شوف، ما في في القوانين الوضعية ولا في الشرعية نهائيا شيء اسمه تكرار العقوبة على نفس الجرم، حتى لو تكرر أنت تأخذ بأعلى، على نفس الجرم ما تتكرر، حتى لو تكرر أنت تأخذ بأعلى عقوبة، لا يمكن ما تجمعهم مع بعض، نعم ما يجوز، شايف كيف؟ عاد والله اليوم الناس كلها تسأل تقول ليش عاد و500؟ لا عشان 50%، لأنه هو درجة أولى فعنده 15,000، 15 زائد 7,500 اللي نصها، فشوف كرر المادة 64، هو أوجدها متعمد لمادة 64 اللي وضع البيان هذا والعقوبة هذه على اساس يغرم عليه 50%. طيب خليني بقفل الموضوع هذا، بس انا نفس السؤال اللي محمد قال لا انا ما مو جميل، إيه؟ انا بالنسبه لي تساؤلي مثل وجود هالقرارات بعيدا عن موضوع جمال تونسي، قوه قرار موجود ايا كان، انت ترى انه
شيء جميل انه انه لا والله اللجان تصدر بقوه كده. انا اعتبر هذا القرار وصمه سوداء في تاريخ الرياضه السعوديه، مش لجمال تونسي. لا لا لا، القرار القرار كقرار، لانه كيف لجان قانونيه ولجان انضباط الاغلب اللي فيها يعملون قانونيون لهم علاقه بالقانون والتحكيم، وهذول اشبه في القضاه، صحيح، كيف يعني تفوت عليهم هذه الابجديات في القانون؟ يا سيدي هذه مخالفه اعلاميه بحته، واحد بيتكلم في قناه تلفزيونيه شقيقه. أغلى ما عندك الآن هو لا هو رئيس نادي ولا هو عضو ولا له إداري ولا هو فني ولا هو مدرب، بل حتى قد يكون ليس مشجع، والدليل أنه سحب الأتوبيسات حقته والسيارات من إيه؟ من نادي الوحدة، أعلن براءته من كل شيء له علاقة بالرياضة. يا سيدي روح وزارة الإعلام أرفع الدعوة. طيب شايف كيف؟ لكن أنا أطالب من الأستاذ أحمد عيد بصفته رئيس الاتحاد كرة القدم أن يعاد النظر في أمور هذه اللجان. صحيح إحنا في نهاية الموسم وكل شيء حينتهي وحتبدأ إدارة جديدة لاتحاد كرة القدم، لكن هذه أنا أعتبرها وصمة غير مناسبة. اثنين، أنا أرجو من الأستاذ جمال تونسي أن لا يقف وأن لا يستسلم وأن يستأنف، وبعد الاستئناف هناك لديه الرئيس العام رعاية الشباب يستطيع أن يتظلم لديه، وهناك لجنة فض المنازعات وإن كانت معلقة عشان كذا إيش بعد الاستئناف، طبعا يتجه الأمير نواف بن فيصل، والأمير نواف بن فيصل صدر وسيع وعقله يسع الدنيا كلها وقلبه يسع الرياضيين كلهم، وسينظر في هذا التظلم. جميل. لا يمكن هذه المسألة تمر بهذه الطريقة اللي أثارت علامات استفهام كبيرة بصراحة. اسمح لي بس أنا أعلق تعليق بسيط باتصال حمد. بس تعليق بسيط بشكل سريع. بشكل سريع، أولا الأستاذ ماجد قرب يعني سبق وهذا كلام مكرر صوانا مشروخ، وقال إني أنا مالي في الرياضة ولا أفهم في الرياضة. هذه نقطة. نقطة أخرى، لما تتذكر اللائحة اللي صدرت اللي بعدين سحبها الأمير نواف وقال حيعاد دراستها وكذا، انا اتذكر مداخله للقانوني الكبير الاستاذ عمر خولي عضو الاتحاد عضو نادي الاتحاد، وهو استاذ قانون في جامعه الملك عبد العزيز في جده، سوى مداخله مع برنامج شقيق للقناه، فقال ايش رايك في اللائحه هذه؟ قال الغريب فيها اني اخذت اللائحه من اول بند الى اخر بند، الغريب اني ابغى بند واحد بس ما في خطا، ما لقيت، كل البنود فيها اخطاء من اولها الى اخرها. والغريب الاكثر ان تحت مذيل تحت اللائحه هذه اسماء القانونيين اللي صاغوا هذه اللائحه، وهؤلاء القانونيين ها كانوا طلاب عندي، فيقول انا شعرت باحباط اذا كان هذا انتاجي، اذا كان هذا انتاجي من القانونيين انتجوا هذه اللائحه، حقيقه يقول انا شعرت باحباط. طيب خليني اكمل. ايضا كان في قرار من لجنه المسابقات والفنيه واللعب النظيف اللي اصدرت في الاتحاد السعودي كره القدم قرار مشابه ما جاء في تقرير حكم مباراه فريقاء الوحده والاتحاد التي اقيمت يوم الخميس 12 من الشهر السادس من مباريات التصفيات النهائيه لبطوله دوري البراعم، وتم القرارات كالتالي: ايقاف مدرب حراس فريق نادي الاتحاد السيد فيلا بوادرا مباراه رسميه واحده مغرمه ماليه قدرها 1000 ريال، ايقاف مدير فريق نادي الاتحاد السيد مروان بصاص مباراه رسميه وغرامه ماليه قدره 1000 ريال ويجب تسديد الغرامه الماليه خلال 30 يوم من تاريخ تبديل قرار اللجنه بناء على الماده من لائحه المسابقات وبطولات الاتحاد، مع الاخذ بالاعتبار ما جاء في الماده من الضوابط. هذا القرار قابل للاستثناء.